صالح صالح نوسة، عرفت مكاني ازاي؟ لو هربتي من الناس كلها مش هتهرب من نوسة يا صالح. حد يسيب الزمالك ويجي يقعد هنا؟ كنت جاي الحق وملحقتش. تلحق ايه بس يا صالح؟ ولا حاجة. ازيك انت؟ انا الحمد لله كويسة، بس الناس كلها بتتكلم بتقول ان انت ضيعت كل حاجة. صدقيهم، انا لفيت الدنيا دي كلها في سجارة الدخان عشان اتكيف بيها، طلعت بلف على الفاضي. يعني ايه؟ انا هسافر تاني يا نوسة. تاني يا صالح؟ هتسافر تاني؟ يا دولي يا سمسم تعالي. جبت لك يا اخويا كيلو كباب عشان تقزقز فيهم عشان يرموا عظمك. الله، ده انت عندك ضيف اهو. لا ضيف ولا حاجه. ازيك يا سمسمه؟ اهلا يا ست هانم. هما مش بيقولوا لك يا اختي كده في الزمالك، ولا بيقولوا لك يا بزنس مان؟ مان مين يا بنت؟ ما تلمي نفسك، مالك سايله هبل على الشيطانه ليه؟ برايا سمسم، انت جايبه لي لقمه كلها ولا تسمي بدل؟ لا يا اخويا بقلب هانا، استنى انت بس شويه. مالك يا ست نوسه واخداني يا اختي على الحامي كده ومعوجه عليا؟ انت نسيتي يا بنت ان احنا اخوات ولا ايه؟ ايوه كده اتعدت لي، مع ان لسه دمك شربات. ما انت يا اختي دمك مش شربات ليه؟ واتغيرتي علينا من ساعه ما روحتي الزمالك. انا يا بنت اللي اتغيرت؟ خلاص مشيها اتغيرت، مشيها اتغيرت. تعالي كلي معايا لقمه. ماشي يا صالح نمشيها، على الله بس تكون جايبه لنا حاجه عليها الطاله. جايبه يا اختي، جايبه فضله صالح. افتحي يا اختي ما تساعديني. اعملي حسابك يا اختي هتنزلي معايا، ها؟ عشان اخدك على الكوافير، هعمل معاكي الصح، هطلعك قمر 14. طول عمري قمر يا اختي، كلي وانت ساكته. ايه؟ عجبتك؟ اوعى، حلوه قوي قوي قوي. رسمتها ازاي دي؟ رسمتها كده. كده؟ انا بحسبك بترسمها كده. بجد حبيتها؟ حبيتها زي اللي رسمتها. اه والله العظيم، انا لو بعرف ارسم حلو كنت جبت كل الالوان والفرش اللي في الدنيا ورسمت لك احلى صوره، تبقى احلى فستان عروسه في الدنيا، وعملت لك احلى فرح في الدنيا كده، عامل لك حظ في المنطقه، وعازم اخواتي كلهم ونفرح سوا. انت مالك؟ فيك حاجه؟ ابدا والله، مفيش اي حاجه، زي الفل اهو، زي الفل. ما انا حافظاك من ساعه ما صالح سافر والحزن بعينك كده. أعمل إيه بس؟ مسؤولية كبيرة قوي، وصالح ساب فراغ كبير. وأنت عايز تسد الفراغ كله؟ للأسف بقى، فراغ الأخ الكبير ما يسدوش غير الأخ الكبير نفسه. عامر؟ اشتقت لك كتير؟ ها؟ ما ترد عليها بتقول لك اشتقت لك كتير. الله يخليك، ميرسي جدا. معقول ما تذكرتني؟ بتاكل وبتبزق؟ كمان واكل؟ واكل كمان يا صابرين. واكل ايه بس يا صابرين؟ واكل ايه؟ والله ما بتعرف تطبخ. في يا شيخه ايه اللي طلعك دلوقتي؟ يا صابرين يا صابرين، هتجريني وراك يا استني يا صابرين. انت يا مجنونه رايحه فين؟ استني بس، رايحه فين؟ في ايه؟ اسال نفسك في ايه؟ انت في ايه دي؟ يا بنتي الحلال دي واحده اعرفها من زمان. اخر همي من زمان من قريب مش مشكلتي انا، انت عارف وفاهم كويس. طب تصدقي بقى، الحمد لله ان الموضوع ده حصل دلوقتي عشان يبقى قدامك كده وعلى عينك يا تاج. حبيبتي انا خلاص نسيت كل البدل اللي كنت اعرفهم قبل كده، والله ما عايز حد غيرك صدقيني. عايزني اصدقك واكدب عينيا يعني؟ ما تبصيش عليا بعينيك، بص عليا بقلبك بقى، مش هتلاقي فيه غير صابرين. صابرين وبس. كل البدل اللي كنت اعرفهم خلاص سقطتهم من حياتي من يوم ما قلت لك بحبك. للاسف انت عمرك ما هتتغير. كان عندها حق ماما لما قالت لي ابعد عنك واخد حذري. انت الظهر لسه جوعان، ادخل كمل اكل. وبعدين بقى في المجنونه دي بقى
عشان خاطر يا صالح ما تزعلش مني. والله العظيم كل الكلام اللي قلته ده كان من ورا قلبي. انت اخويا يا صالح اللي من لحمي ودمي، وانا لا يمكن اكرهك ابدا مهما عملت. ازعل ايه بس منك يا هنود؟ ده انا بالعكس مبسوط لك. ولو بايدي اعمل لك فرح كبير قوي. انا مش عايزه اي حاجه، انا كفايه عليا ان انت تبقى راضي عني. المهم انت تبقى راضي عني. ارضي عنك؟ وادعي لي يا هند. بس كده؟ على طول بدعي لك والله يا صالح. ده انت اخويا اللي ماليش غيرك. هي دي غلطتي. قصدك ايه؟ كنت فاهم كلمة اخوات غلط. الاخوات مش بالاسم يا هند. بقينا زي ما نكون اغرب عن بعض. كل واحد ملخوم بشغله والسبوبة اللي هو شغال فيها. المشكلة بقى اللي انا حاسس ان انا السبب. انا اللي سفرته. هستناك يا صالح. ربنا يعدلها. وحياة هند تاخد بالك من نفسك. عشان انا ملاحظة ان انت حركتك بطيئة شوية بعد الحادثة. ما تقلقيش، اخوك زي الحديد. انا عارفة يا حبيبي. ربنا يبارك في صحتك يا رب. وتجيلي بألف سلامة. صالح بكلمني أول ما توصل. حاضر. بتقولي حاضر وبتنزل. لا هكلمك. ماشي. هستنى تليفونك. أنا بقى ليا طلب عندك. أنت تأمرني. جوزك تحطيه في عين. الست الجدع تحط جوزها في عين. لا لا. بتضحكني أوي 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 بصراحة. أنت كده. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا صاحبي. لا إله إلا الله. سلام يا محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. حاضر. وأول ما توصل كلمني. حاضر. يا رب رجعه لي بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا صالح. يا حبيبي الله يسلمك. ليك وحشة كبيرة يا صالح. بقول لك ايه؟ ما تغيبش تاني. المكان عتمة من غيرك يا صالح. يا باشا المكان منور بأصحاب، اتفضل. آخ. وبعدين يا أخي؟ ما أنا برضه قلت كده. مش معقول يعني حتة حادثة كده هتعمل في صالح كل ده. يا سيدي، إيه يعني عربية واتقلب؟ تصدق. الحادثة دي أحسن حاجة حصلت. إزاي بقى؟ يا راجل فال الله ولا فالك، حبسة ايه؟ بقول لك ايه، ربك والحق بقى، انا كمان اتشقمت من العربيه دي. العربيه مالهاش ذنب فؤاد، بالعكس العربيه دي لما اتقلبت عدلت دماغي. انا كنت عامل نفسي مفتح طلعت مغمض عيني. انا فوقت لقيت نفسي في غيبوبه ومطلوب القبض عليا في قضيه، معرفش هروح فين ولا راجل منين، واخواتي كل واحد في اتجاه وفي جهه. انت عارف فؤاد بدل ما اتعظ رحت لعبت قماره على بيت ابويا وخسرته في كده والنبي. معلش انت بس عايز تغير وهتبقى كويس قوي. لا يا فؤاد، انا ربنا فوقني بالحادثه دي. بنت يا نوجه، الولا ماهر مختفي بقاله يومين، ما تعرفيش هو فين؟ وانت هتدوري عليه زي العيال الصغيره؟ هتلاقيه مع واحده من بتوعه. لا الولا ده حاله مش عاجبني بقاله فتره. هتشوف، هتلاقي البنت بتاعته اديته بومبا ولا حاجه. يا تافه، هو ده كل اللي بتفكري فيه؟ هو فكر كده؟ لا متهيأليش الكلام ده حقيقي. هتشوفي لما تقابليه هتعرفي منه كل حاجه. هقولك ان البنت بتاعته سافرت واديته بومبا. انتش عرفك هو في ايه غير كده؟ لا الواد ماهر بيحب الخواجات، مش ممكن يقلب عليهم كده. يا اختي اكوكي عكاك، اي واحده تقول له يس يجري عليها على طول. اسم الله اللي يسمع كده يقول سميره اللي مش عكاك. بقولك ايه يا نوسه، ما تجيبيش صوره جوزي على لساني. كفايه بقى يا اختي بقى، وربنا انا كرهته من كتر الكلام عليه. اعمليهم عليا يا بت اعمليهم، احنا هنستعبط. المهم دلوقتي اخوكي. لا اطمني يا اختي، ان شاء الله يبقى كويس باذن الله. لا انا مش مطمنه، يكون بياخد مخدرات ولا حاجه. يخرب بيتك هتفولي على الوالد. انا بنت كاذبه ان انا اسالك عليه. استني بس يا نوس. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالكلام يا صالح. مش فاهم ايه يا مؤاخذه، انا عايز استريح، تعبت من الشقه
أنا حاسس كده إنك عايز تهد كل اللي تعبنا فيه يا صالح. رفضها فؤاد، وكل واحد يشوف مصلحته. أنا مش هسوق نقلي تاني. هو إحنا نريح شوية، يعني بتحصل، مش هيجرى حاجة يعني. بس والمسيح الحي يا صالح، ما هتلاقي الشيك زيي أبدا. عارف يا جدع، والله العظيم عارف. أقول لك، خد الأجازة اللي أنت عايزها، أي وقت أنت عايز. ولا أقول لك، إيه رأيك نطلع تركيا؟ ندلع نفسنا هناك ونجدد شبابنا، وأنت عارف بقى تركيا لما رحنا والحاجات دي. حبيب فؤاد، بس أنت كمان عارف إن أنا ما برجعش في كلامي تاني. والحد هنا وتعشت. بص يا صالح، بصراحة كده أنا مش هقدر أفض الشركة اللي بيننا، ولا هقدر أسيبك. يا راجل، أنا مش فاهم أنت عايز تهد الشركة ليه؟ ده أنت الشركة والشركة أنت يا صالح، وبيني وبينك بقى أنا ما أقدرش آمن لأي حد على العربيات غيرك. صالح، أنا مش هفض الشركة. أنت حر يا فؤاد، أنت حر يا جدع، وزي ما تشوف أنت، خد اللي أنت عايزه وإديه اللي أنت عايزه يا عم، مفيش مشكلة. احنا اخوات وبيننا عيش ومال. الا بالحق، تشرب ايه؟ اعمل لك قهوه.